يعني. ربنا يخليك يا الله حاج. يا كابتن. حاج انا كنت قاعد مع الاسره طبعا في لقاء، كلموا معايا بقول لحضرتك كنت بتديهم 5 جنيه عشان يشجعوا الزمالك. هي دي من زمان جدا، انت عارف هنا في يعني بقى يعني عندنا في العماره وكده، وفي المحل عندي برضك في جمهور، الجمهور المنافس وكده، فهم انا معجون حاجه اسمها الزمالك يا بابا ده كانت وكده. فكرة ذكية من حضرتك ان انت عايز تربطهم بالزمالك. ايوه بالزمالك يعني. فقلت لهم مش ممكن، مستحيل، مش هتاكلوا اصلا ولا هصرف عليكم. زمالك دي حاجه تانية بالنسبه لي، خيال كل حياتي في الدنيا، وانا بكلمك بجد يعني. الله ربنا الزمالك يديك الصحة يا حاج. والله العظيم كل لعيب في الزمالك، انا حضرت حسن شحاته وحضرت نوح ادم وحضرت اللعيبه وعمر عمر النور كابتن عمر عمر النور، كنت اشوفه كده وهو نازل يسخن، الصابونه بتاعت رجله دي كانت بتيجي هنا كده وهو بيسخن، كان بقى لسه بقى كنا صغيرين يعني 11 12 سنه. حضرتك بدات تشجيع الزمالك كان سنه كام؟ والله تشجيع الزمالك او جه، جيل مين؟ ما انا اقول لك، انا يعني ايه، كنت لسه بقى بتفرج على الكوره، فناس قالوا يا عم اتفرج على الفريق المنافس يعني، فكان ماتش سانتوس البرازيلي، فبصت لقيت، بصيت لقيت ايه كان 5، قلت لا ما ينفعش يعني انا هشجع فريق كان يعني اتغلب 5، وكان بقى بليه والناس دي اتفرجت عليهم. فلنا احنا كابتن محمود ابو رجيله ده يعني نسبنا في البلد، احنا من بلد اسمها 100 سلسير محافظه الدقهليه مركز هي. احسن ناس. فهو جه يعني ايه خطب حد كابتن محمود ابو رجيله من عندنا من العيله يعني. فالراجل جه البلد وانا صغير وكده، فقال له ده بيلعب في الزمالك. كابتن محمود ابو رجيله هو كان سبب ارتباطك بالزمالك؟ ايوه ما انا بقى قلت بقى ما اولى انا بتكلم كده يعني. وطبعا هو ما يعرفنيش، انا قابلته مره واحده في السعوديه. يعني هو ما يعرفنيش يعني. فانا قلت يا انت متشجع الزمالك، ما هو الراجل ده بيلعب يعني، كان بيلعب باك شمال جامد يعني، انا ما شفتوش، بس ما دام هو في الزمالك خلاص انا مع قرايبنا بقى هشجع ده نسيبنا. فشجعت الزمالك وابتديت اروح بقى الايه الملعب واحده واحده كده، اتفرج ببص بقى، اتعودت اروح. كان ايام علي قوطه، وكنا نروح الساعه 7 الصبح. 7 الصبح. صبح الصبح. كان في ملاعب خماسي جوه الاستاد. طبعا احنا ما بنقطعش تذكره يعني. فبنطلع كلنا جايبين الفطار بتاعنا وكله وعلى القوطة والناس دي كلها والخواجه الله يرحمه والشله دي كلها، وسيد اسمه سيد ايه؟ مش فاكر. حتى الناس اللي اتعينوا في الاستاد من كتر ما احنا بنروح خلاص بقيتهم معرفه يعني. احنا اتعيننا في يعني زمايلي دول اللي هم بيبيعوا كانوا في الاستاد، من كتر ما بيروحوا خلاص بقى بقينا هناك يعني. اهلي بقى خلاص. اهلي موجودين يعني. فتعرفت الحركه بقت الزمالك ده في دمي في حياتي، واقسم بالله ما بنام لو كده ابص. لا انت عارف بقى هنا انا شغلتي في الشارع في صالون حلاقه. طبعا الزمالك يحصل له حاجه كل الزباين وكل الدنيا بتيجي يا سيد مش عارف ايه يا عم، وبيعدوا عليا من هنا كده وهم جايين من الاستاد من عند القصر كده طبعا بالميكروباصات، عارفين بقى ان حضرتك زملكاوي وانا اصلا من المطريه يعني. فهم يعدوا عليا بتوع المطريه برضك، يا سيد كذا يا سيد كذا، ما هم بقى عارفين ان انا. طبعا انا روحي رياضيه جدا يعني، ببقى مجهز لهم الشوكولاته والملبس وكده واقعد احدفهم بيه يعني عادي، اصل الكوره دي مكسب وخساره، الناس ما تعرفش ايه، بنتعصب ليه يعني عادي يا جماعه.